بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة بداية الأسبوع الـ 12، النهاردة ثلاث مباريات هامة جدا في الدوري العام المصري. أولى المباريات كانت في تمام الساعة 2:30، مباراة المقاولون العرب والمقصة، وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدف لكل فريق. الساعة 5 كانت تاني المباريات، وما تزال يعني الساعة دلوقتي 5:30، يعني لسه فاضل ربع ساعة على الشوط الأول. نادي الزمالك بيلاقي نادي طنطا، والنتيجة حتى الآن نص ساعة الأولى 1-0 لنادي الزمالك. ثالث المباريات إن شاء الله هتكون متصدر جدول ترتيب الدوري العام المصري، النادي الأهلي سيلاقي نادي مصر في تمام الساعة 7:30 في واحدة من المباريات الهامة جدا. الحقيقة دايما لما باجي أتكلم على أي مباراة بتبقى عندي مشكلة كبيرة جدا، خصوصا في مثل هذه المباريات، لأن البعض يرى أن هذه المباريات هي مباريات سهلة بالنسبة للنادي الأهلي. الحقيقة في الدوري العام المصري لا توجد مباريات سهلة. فريق مصر من FC مصر، يعني من أحد الفرق طبعا اللي في نهاية الجدول أو ترتيبها في الجدول متأخر، ولكن تظل دائما مباريات كل الفرق أمام النادي الأهلي تبقى مباريات صعبة جدا جدا جدا، لأن كل فريق الحقيقة دايما بيحاول إن هو يعمل كل حاجة علشان يقدر يكسب النادي الأهلي أو يقدر يكسب المتصدر والفائز بالدوري العام المصري لمدة 41 مباراة. وبالتالي لا توجد مباريات سهلة، كل لاعبي النادي الأهلي بيحاولوا أن هو يكونوا مركزين في مثل هذه المباريات، على الرغم من أن احنا عندنا مباريات بعد كده أصعب وأصعب، ولكن في البطولة الأفريقية يعني. ولكن النهاردة كل التركيز في مباراة اليوم، مباراة مهمة ومباراة صعبة، ستظل دائما مثل هذه المباريات هي الفارق ما بين النادي الأهلي وبقية الفرق، لأنه الفريق الكبير دايما لما بيجي لاعب فرق أقل منه في المستوى أو حتى في البطولات، أعتقد أن ده بيؤثر وبشكل إيجابي جدا على لما بيفوز، يعني الفريق بتؤثر عليه بشكل إيجابي كبير جدا. فالنهاردة ليست مباراة سهلة كما يعتقد البعض، ولكنها واحدة من المباريات الصعبة في الدوري العام المصري اللي هيلعبها النادي الأهلي خلال هذه الفترة، خصوصا في ظل ضغط المباريات سواء في البطولة المحلية الدوري العام المصري أو حتى في البطولة الأفريقية. النادي الأهلي يمكن من الفرق، أربع فرق طبعا بتلعب في البطولات الأفريقية، سواء الأهلي أو الزمالك أو المصري أو بيراميدز، وبالتالي عندهم ضغط مباريات شديد جدا خلال هذه الفترة. عشان كده بقول لحضراتكم هي مباريات دائما ستظل مباريات الدوري العام مهما كنت بتلاعب، مباريات صعبة جدا. نتمنى طبعا الفوز للنادي الأهلي في مثل هذه المباراة.